بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتعلمين، مرحبا بكم في درس جديد في مادة التربية الإسلامية في مكون الاقتداء. عنوان درسنا لهذا اليوم: الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا. إذن كما تعودنا لكل درس هدف، وهدف درسنا لهذا اليوم هو تعرف مرحلة الدعوة الجهرية وتعرف أسلوب الرحمة والرفق في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نمر أحبائي لتعرف وضعية الانطلاق. بعد درس الصلاة اقترحت على صديقك أن ترغبا جميع أصدقائكما في أداء الصلاة في أوقاتها، فأجابك صديقك: لسنا ملزمين بتقديم النصح لأحد. فاندهشت من جوابه وقررت إقناعه بأن ما قاله هو أمر غير جائز. إذن بعد تعرفنا على وضعية الانطلاق نمر لتعرف الأسناد. قال الله عز وجل في سورة غافر الآية 60: وانذر عشيرتك الأقربين، صدق الله العظيم. ثم قال أيضا في سورة الحجر: فاصدع بما تومر واعرض عن المشركين. إذن كيف ستقنع صديقك بأن ما قاله هو أمر غير لائق؟ أحبائي، قبل الولوج للدرس وقبل التطرق لعناصر الدرس، لابد من التذكير بمراحل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما يهمنا في التذكير هو المرحلة الأولى من الدعوة. إذن كيف كانت أو كيف نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الوحي مر بعدة مراحل. إذن المرحلة الأولى كانت هي مجيء جبريل لرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتأمل في غار حراء، والمرحلة الثانية هي حين أمره بالقراءة وحمله الرسالة، ثم عودة الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة بنت خويلد، وطبعا حكيه لها بما حصل معه في الغار، ثم بعد ذلك بشرته بأنه سيكون له شأن عظيم، وذهبت به لورقة بن نوفل الذي بشره هو أيضا بالنبوة وحذره من أذى قريش. طبعا المرحلة الأولى كانت هي مرحلة الدعوة السرية، وقد سبق أن رأينا ذلك في الحصة السابقة، ولكن لا بأس من التذكير. إذن الدعوة السرية سميت بالسرية لأنها كانت في السر واستمرت 3 سنوات. يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم من يثق فيهم، بمعنى أنه تحدث إلى الأشخاص الذي كان يثق فيهم وكانوا مقربين إليه. طبعا لم يذهب لكفار قريش من الوهلة الأولى، لأن ذلك كان سيشكل خطرا على دعوته. إذن ذهب للأشخاص الذي كان يثق فيهم، فآمن به الضعفاء من المسلمين لأنهم رأوا بأن ما جاء به محمد أمر ينصرهم وينصر ضعفهم، وبعض أقاربه أيضا. وكان أول من آمن به من النساء هي زوجته خديجة بنت خويلد، فكان أول من آمن به من الرجال صديقه أبو بكر، وأول من آمن به من الصبيان هو علي بن أبي طالب الذي لم يكن يتجاوز 10 من عمره، ثم مولاه زيد بن حارثة. إذن كانت أحبائي هذه هي المرحلة الأولى من الدعوة، إذن كانت مرحلة الدعوة السرية. ثم بعد ذلك جهر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته، فكانت الدعوة الجهرية. إذن أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يجهر بدعوته ويدعو أقرباءه وعشيرته الأقربين. ثم بدأت حينها سخرية قريش أو كفار قريش من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دعوته. طبعا وبعد أن تمادى الكفار في طغيانهم وفي استهزائهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه الآية: فاصدع بما تومر واعرض عن المشركين، من سورة الحجر. إذن
كيف كانت ردة فعل قريش بعدما جهر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته؟ طبعا كفار قريش اعترضوا على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بأساليب مختلفة، شوهوا سمعته فقالوا عنه أنه ساحر، مجنون، شاعر إلى غير ذلك، ثم ساوموه. كيف ذلك؟ طلبوا منه أن يتنازل عن دعوته مقابل المال، وقالوا سنوليك علينا، بمعنى إذا كنت تريد الحكم أو تريد السلطة فسنوليك علينا شرط أن تبتعد عما تقول وتتخلى عن دعوتك. ثم طبعا هذا يدخل أيضا في الإغراء والاضطهاد، بعد أن جربوا جميع الوسائل اضطهدوا الرسول واضطهدوا من تبعه من المؤمنين، وضعوا الشوك في طريقه، أشعلوا النار في طريقه، سلطوا عليه صبيانهم ليرجموه بالحجارة إلى غير ذلك. إذن مجموعة من مظاهر التعذيب التي نالها الرسول صلى الله عليه وسلم رفقة أتباعه، ولكن كيف كان رد فعله عليه الصلاة والسلام؟ لاحظ أن رغم ما فعلته قريش بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه أقبل عليهم بالرفق، لم يدعو عليهم قط ولم يطلب لهم العذاب، بل كان يدعو لهم بالمغفرة ويدعو لهم بالهدى وأن يتبعوا الطريق الصحيح. إذن كان هذا هو درسنا لهذا اليوم، طبعا مرحلة الدعوة الجهرية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة، في انتظار أن ألقاكم في حصة أخرى. تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.